يعني مزموت علينا يعني واحد عادي تقريبا شي عامين وحنا حابسين الانشطه ديالنا يعني في الظروف ديال الكورونا تاثرنا بزاف يعني بهذا الاغلاق هذا وتاثروا الشباب يعني المتنفس الوحيد اللي عندهم بعد اللي تيجيو يفرغوا فيه بعد الدراسه هي دور الشباب. الشاب فاش يخرج الشارع وما تلقاش واحد التاطير واحد التكوين وما تلقاش اللي غيشد بيدو راه ضروري تيمشي تلقى الاجرام تلقى الانحراف تلقى المخدرات قدامه وتلقى اللي يدير البلايص اللي هما خايبين بزاف ديال الحوايج مكسري هادي واحد المده طويله واليوم هي في حاله افراغ يعني تيتسناو بحكم قضائي بان تفرغ ولكن حنا ما عندناش اليوم بديل داكشي علاش نشطوا في هاد الدار الشباب هادي. نتمنى ان شاء الله من سي اخنوش كرئيس حكومه انه يعاون الشباب ويعاون يعني هاد البلاد هادي ويزيد بها القدام. السلام عليكم، معكم عبد الحليم غالي رئيس جمعية الغد للثقافة والتنمية. هاد الجمعية اللي تنشط في دار الشباب حمال في طواكي منطقة برج مولاي عمر بيلر. بصفتي يعني كفاعل جمعوي ورئيس الجمعية اللي تنشط في هاد الدار الشباب هادي واللي يعني كنا تنقوم فيها يعني بواحد مجموعة من الأنشطة يعني تلقينا هذا الخبر يعني بواحد الفرح بواحد السعادة وبواحد المتنفس اللي كنا يعني مزموت علينا يعني واحد عادي تقريبا شي عامين وحنا حابسين الأنشطة ديالنا يعني في الظروف ديال الكورونا كانت واخا كنا تنديروا أنشطة يعني مجموع الأنشطة ديالنا كنا تنديروها عن بعد وبالتالي جا هذا القرار يعني كمتنفس يعني اللي هو جميل اللي غادي ننطلقوا فيه إن شاء الله بافتتاح الأنشطة ديالنا اللي كنا تنمارسوها في دار الشباب. والجمعية ديالنا هي جمعية تتهتم بالجانب الثقافي والفني ولا سيما الموسيقي وخلاص عندنا واحد الفرقه ديال الكوغال الموسيقيه مسميتها أثير للموسيقى والإبداع والحمد لله ان شاء الله غادي نستمروا يعني في الأنشطة ديالنا من بعد الافتتاح هذا اللي تبشرنا به. صراحة تأثرنا بزاف يعني بهذا الإغلاق هذا وتأثروا الشباب يعني المتنفس الوحيد اللي عندهم بعد اللي تيجيو يفرغوا فيه بعد الدراسة هي دور الشباب فين تيجيو يمارسوا الأنشطة ديالهم. كاين اللي تيدير كرة كاين اللي تيدير البينبون كاين اللي تيدير الموسيقى كاين اللي تيدير الشعر كاين اللي تيدير المسرح كاين اللي تيدير الرسم يعني هذا المتنفس هذا يعني كان تيجمع يعني واحد المجموعة يعني من الشباب اللي تيمارسوا واحد المجموعة من الأنشطة ماشي الشباب حتى الأطفال. فاش نقولوا شباب راه تنقولوا حتى الاطفال يعني دور الشباب يعني تينشطوا فيها الاطفال وتينشطوا فيها الشباب وبالتالي يعني كان هذا التاثر اللي هو كبير على هذه الفئه هذه بحيث ان وقفت الانشطه ديالها ولا عندها واحد الستريس نفسي ولا عندها يعني بزاف ديال الحويجات والحمد لله جا هذا القرار هذا يعني من بعد الطول ديال الاغلاق كواحد الشراره واحد المتنفس يعني اللي غادي يكون بديله امل ان شاء الله ولا غادي ننطلقوا به بواحد القوه وبواحد الحماس اكثر بواحد النشاط اكثر ان شاء الله. غادي نقول لك دار الشباب تتلعب واحد الدور كبير في يعني في تكوين الشباب والاطفال ولكن راه ماشي بوحدها مسؤولين عليها كذلك الجمعيات. دار الشباب تنشطوا فيها الجمعيات اكثر يعني من ذلك الشباب يعني هذوك الجمعيات هما اللي تيجيبوا داك الشباب تيستقطبوهم وتيجيبوهم دار الشباب باش ينشطوا ويمارسوا يعني المواهب ديالهم هنا في دار الشباب لان دار الشباب تعتبر مقر يعني للجمعيات. دار الشباب تتنشط مع الجمعيات بالتالي اللي خلى يعني واحد الشباب انهم ما يجيوش لدار الشباب هو انهم هذوك الجمعيات داروا مقرات ديالهم خاصه داروا بالتالي ان دوك الشباب اللي كانوا تيجيو لهنايا ولا تيمشيو لدوك الجمعيات المقرات ديالهم الخاصه وداكشي هذا هو اللي كاين وهادشي اللي خلى واحد النقص.
هو بالفعل يعني الشاب فاش يخرج الشارع وما تلقاش واحد تأطير وواحد تكوين وما تلقاش اللي غيشد بيدو، راه ضروري تيمشي تلقى الاجرام، تلقى الانحراف، تلقى المخدرات قدامه، تلقى اللي يدي البلايص اللي هما خايبين، بزاف ديال الحوايج. بالتالي كانت هذه المساله، يعني هذه المساله هذه ديال الايقاف يعني اثرت على الشباب في هذه النقطه هذه اللي خلاهم لا تيمشيو يعني واحد مجموعه من الاشياء اللي هي خايبه، لحقاش ما عندهمش فين يفرغوا المواهب والطاقات ديالهم. كجمعية حنا كجمعية دابا هادي 3 سنوات ما خديناش الدعم، هنا بمدينة مكناس الجمعيات كاملة مكناس ما خداوش الدعم. كانت جات واحد الفترة ديال كورونا دابا هادي 2 عامين، وكنا تنسالو يعني واحد القدر مالي اللي هو قبل ما كنسلمناهش، يعني جاب قرار من السلطة بأن توقف يعني جميع الدعم اللي كان تيتعطى من طرف الجماعات ومن السلطات المحلية. للأسف توقف هاد الدعم هذا، وبالتالي الجمعيات تضروا فاش توقف الدعم المادي اللي كان تيجيهم، ورغم أنه بسيط ولكن كان تينفس عليهم واحد شوية، كان اللي تيديروا به أنشطة، تيديروا به يعني مجموعة من الحويجات. وهو العمل الجمعوي واش نقول لك يعني بصراحه، العمل الجمعوي عمل تطوعي، واحد الشوكه تتضرب في الانسان من الصغر، يعني فاش الانسان اللي تيكون تيمارس العمل الجمعوي وتيخدم لصالح العام راه ما تتهمو لا ماده لا حتى شي حاجه، تيبقى يخدم يعني وتيعطي داكشي كامل اللي عنده، يعني رغم الاكراهات الماديه رغم هذه يعني تيتقاتل باش يعني تستمر النضال ديالو وتستمر الجمعيه ديالو ويستمر في خدمه صالح العام. إكراهات اللي عندنا في هاد الدار الشباب هادي، هاد الدار الشباب هادي شنو نقول لك، هي فضاء مكتري مكتري هادي واحد المدة طويلة، واليوم هي في حالة إفراغ، يعني تيتسناو بحكم قضائي بأنها تفرغ، ولكن حنا ما عندناش اليوم بديل. داكشي علاش تنشطو في هاد الدار الشباب هادي، على ما إن شاء الله تنشوفو مع السلطات، وكنا ديجا شفنا معاهم باش يعطيونا واحد الفضاء جديد فين نديرو فيه دار الشباب إن شاء الله. حكومة أخ النوش مازال ما تأسست، ولكن نتمنى إن شاء الله من سي أخ النوش كرئيس حكومة أنه يعاون الشباب ويعاون يعني هاد البلاد هادي ويزيد بها القدام، لحقاش ما أحوجنا اليوم إلى استثمارات أكثر فين يشتغلوا الشباب وفين يمارسوا كذلك المواهب ديالهم والطاقات ديالهم. باش نقول الشباب يعني باش يجيو ان شاء الله لدور الشباب انهم يمارسوا الانشطه ديالهم، انا تنقول الشباب ما يشوفوش دار الشباب بان واحد الفضاء اللي هي زائد او سميتو، بالعكس دار الشباب هي واحد الفضاء للتكوين والتاطير، واللي خرجوا منها واحد الجيل اللي هو يعني وصل للعالميه. احنا مهمنا دار الشباب هذه، كاينين الناس اللي تنشوفوهم دابا في الاذاعه في التلفازه في مجموعه من الاماكن، يعني خرجوا من هاد دار الشباب هذه، ومنهم اصدقاء ديالي اللي عندهم دابا تبارك الله شركات كبار، وهذه خداو تكويناتهم من هاد دور الشباب هذه والجمعيات اللي تتنشط في هاد دور الشباب. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.